من كان يظن بأن أتلتيك بارادو كان في نزهة إلى البوليدة فقد أخطأ. الأتلتيك بدأ المباراة ضاغطا ووصل إلى شباك الحارس واضح في الدقيقة الثانية من المباراة، ثم أضاف الثاني في الدقيقة 16 عن طريق حراري. يسيطر الأتلتيك على مجريات الشوط الأول طولا وعرضا أمام غياب تام للاتحاد. في الشوط الثاني حنكوش قلب المباراة رأسا على عقب، وبداية من الدقيقة 69 زرقين أمضى الهدف الأول للاتحاد، الاتحاد الذي عاد بقوة في مجريات اللقاء بعد ذلك ووصل إلى مرمى حارس الأتلتيك في الدقيقة 4 بعد الدقيقة 90 عن طريق البديل عليوت. يحتكم الفريقان إلى الأشواط الإضافية التي عاد فيها أتلتيك بارادو في المباراة عن طريق البديل بوغرا من ركلة حرة، سجل هدف الفوز والتأهل بطريقة جميلة في مباراة كانت تلوح سهلة ولكنها كانت صعبة جدا لأشبال شالو. تأهل صعب للأتلتيكو وإقصاء مر للاتحاد.